السلام عليكم الشركات الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم باذن الله راح نديروا كفته الباذنجان. طريقه سهله، اكله صيفيه سريعه واقتصاديه وصحيه، ثاني راح تنال الاعجاب نتاعكم باذن الله، ونتمنى تجربوها. اذا اول حاجه واش نديرك، ما راكم تلاحظوا هنا في مقلاه حطيت القليل من الزيت يسخن. من جهه اخرى كنت يعني قشرت الباذنجان وقطعته الى مكعبات، يعني ما يهمش تحطوه في الماء او في حاجه اخرى يعني باش يحافظ على اللون تاعو، لانه راح نرحيوه. اذا الان خلي الزيت يسخن ونرجع لكم. نبداو نزيدو الباذنجان على نار متوسطه، الزيت يكون سخون باش هذاك الباذنجان ما يشرب لكمش بزاف الزيت. اذا نحركو مره على مره، هنا ما نضيفوش الملح لانه راح نضيفوه فيما بعد. كما راكم تلاحظوا بعد ما تقلى الباذنجان نحيته وحطيته في بابي ابسوربون باش يمتص هذاك الزيت. من جهه اخرى هنايا قطعت حبه نتاع فلفل حلو وحبه متوسطه نتاع قل، حطهم حتى هما يتقلاو مع بعضهم. حتى يعني يذبلوا كليا ويتقلوا. اذا هنايا بعد ما قلى البصل والفلفل الحلو راح نحيهم وراح نروح للمرحله المواليه. اذا الباذنجان تاعي بعد ما قطر راح نحطه في الروبو هذا، دير نزيد عليه البصل والفلفل، نزيد ملعقه صغيره نتاع ملح، شويه نتاع فلفل اسود، و نرحيوه، نفرغ الخليط في وعاء. هنا نضيف له الشابليور، يعني قيس ما يتلم يولي يعني قابل للتشكيل. هنا نضيف بيضة تكون صغيرة الحجم شوية، ونخلطو ونشوفو كما قدكم. كي نلقاو الخليط بلي وصل لمرحلة انو نقدرو نديروه كريات نحبسو. هنا نشوفه مازال يحتاج شويه تاع لا شابليور، راح نضيف له. اذا هكذا يكفي. الان راح نشكلو كريات صغيره. راكم تلاحظوا بعد ما درتهم كريات، الان راح نجيب صينيه تاع الفرن ندير فيها بابي كويسون ونحط فيها الكريات وندخلهم للفرن على 180 درجه مده ربع ساعه، يعني كل شيء طايب حبة جد هذاك البيض فقط يطيب وينشف. من جهة أخرى راح نديرو صلصة الطماطم. صلصة الطماط هنايا في مقلاة حطيت القليل من زيت الزيتون، راح نضيف لها 3 سنات ثوم مرقيين، نتم بهذا الشكل. والآن راح نزيد حوالي 3 حبات تاع طماطم حمراء مليح ومتوسطة الحجم، ونكونو ميكسيناها مليح مليح. هكذا نضيفو حوالي ملعقة كبيرة نتاع طماطم مصبرة، و نحركو مليح. نضيفو الملح ملعقة صغيرة، فلفل أسود، وملعقة صغيرة نتاع رف الحانوت. تقدروا ديروا الدواقة، أنا هنا درت تشكيلة فقط تاع توابل تونسية جابوهم لي، بصح نتوما تقدروا ديروا الدواقة. واش هي توابل الدواقه؟ هي تجي هكا مخدومه سبيسيال في كيس، اصلا ما عاد سميتها دواقه، عاد سميتها فواحه. راح تلقاوها تتباع يعني في المحلات اللي يبيعوا مواد غذائيه، فقط قولوا له اعطينا توابل الفواحه تجي فيها تاني الملوخيه. اذا هنا راح نخلي لاصوص الطماط تاعي تتقلى مليح مليح باش تنحالي هذيك الحموضه، ونرجع لكم. الان بعد ما تقلات الطماطه مليح راح نمرقو بماء سخون.
هكذا يعني الكميه الكافيه للكريات نتاعنا باش نحصل على مرق. نخلطوه غير بالعقل. والان بعد ما الكريات نتاعنا يكونوا نشفوا في الفرن راح نبداو نضيفوهم في هذيك لاصوص ونخليهم يعني حتى يشربوا شويه هذيك لاصوص وتختار وهكذا يكونوا جاهزين. اذا هاوليكم بعد ما حطيتهم كامل، اذا كما قلت لكم نخليهم حتى يتشربوا لاصوص وتختار شويه ونرجع لكم ان شاء الله مع صحن التقديم. هذه هي النتيجه اخواتي، ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم نالت الاعجاب نتاعكم. وصفه سهله بزاف بالخضر الموسميه وجد صحيه بدون لحوم ولا اي شيء. اذا عجبتكم ديروا لي جيم في الفيديو وانتظروني في فيديو لاحق. كنتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.